ملي يطحنوا التفاح غالبية الناس كيطحنوا مع الحليب، يطحنوه مع الماء يكون أحسن، مع الحليب ما يمشيش. يعني الفواكه لا تمشي مع الحليب، لا تتجانس مع الحليب، هي أسوأ أبداً. أسوأ عصير هو العصير الحليب بالفواكه، أسوأ عصير. نعم إيه، لازم يتناولوا الفواكه، يتناولوا الحليب لوحده، يتناولوا الفواكه يمكن مع الماء. نضيفوا لها مثلا البرتقال، ممكن نخلطوها مع أي فاكهة، ما كاينش مشكل، إلا ليس الحليب. هناك أي مشكل، نخلطوها إن شاء الله حتى مع خضر. شي التفاح إذا كان يتطحن، نعم يتطحن مع الخيار ويتطحن مع الفقوس ومع الشيء هكذا، يعطي نعم واحد جيد العصير جيد جميل جيد جدا جيد ولذيذ فعلا. وإلا التقى مع الباربة، التفاح إلا اجتمع مع البنجر، هذه الباربة كنسموها احنا الشمندر الأحمر، إلا اجتمع مع الباربة، غير هي الباربة ما ياخذوهاش الناس ديال السكر، لأن يعني حلوة فيها سكروز يعني، ولكن الناس اللي ما عندهمش السكر إلا جمعوا التفاح مع الباربة كيتغسلوا جميع الأعضاء، يعني الكبد والمعدة والمرارة والأمعاء والكلية، جميع الأمعاء كيتغسلوا حتى المتانة. فلما لا، ولما لا الباربة والتفاح كيتزامنوا كيكونوا في نفس الموسم، لما لا. ثم هذه الأخت جزاها الله خيرا نبهتنا، يعني التفاح إلا تطحن ممكن يتطحن حتى بدوك النواة ديالو، ديك العظومة الداخلية البتر، لأن هذوك النواة ديال النواة ديال التفاح فيها واحد الفيتامين بي دي 7 لاميغدالين، وهي جيدة. هذيك كيكونوا مرين، ولكن النواة ديال جميع الفواكه كيكون فيه شوية أوكسالات زايدين، ما يضروش، لأن يعني كيكون قليل جدا، يعني التفاحة الداخل عندها واحد 5 ولا 6 ديال العظام الداخل فيها، ما غاداش يعني التركيز ديال الحمض الأوكساليك ما غاديش يكون يعني كثير جدا، فهو لا يضر يعني بالكمية اللي شفنا فيها. ولكن حتى يعني الله سبحانه وتعالى كل الأشياء يعني وضع فيها حكمة، الزريعة ديال القرعة فيها حكمة، هناك من مكونات لا توجد إلا في بذور ديال النواة القرعية، لا توجد إلا فيها السيلينيوم وحمض الأوميغا 3 والتريبتوفان وفيها المانيزيوم، يعني لا والسيلينيوم، لا هذه الأشياء لا توجد مجموعة إلا في زريعة القرعة. سبحان الله، هكذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، ليس هناك أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى عبث، حاشا ما عاد الله، يعني ما الناس يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الأغذية ديالهم. ثم هذه الفواكه، التفاح وما إلى ذلك، هنالك الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن فواكه بالاسم، اللي هي العنب والتين والزيتون والرمان والأشياء هذا، وذكر شجرة ما عندهاش ثمار، ريحان، ذكر الريحان في آيتين، وذكر أشياء يعني أخرى ليست غذائية مثل الأتل والسدر والخمط والأتل، هذه أشياء ليست غذائية كاينة في سورة 7. لكن التعبير في القرآن العام الذي يخص كل الفواكه كاين في سورة النحل، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، يعني التفاح والمشماش وداكشي داخل في هذا وفي كل الثمرات هذه. ثم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الفواكه، ثم ترك الفواكه الأخرى وعمم الخطاب، عمم يعني هذا القرآن العام، عمم الخطاب كذلك لتشمل كل الفواكه وليس فاكهة دون فاكهة، لأن هنا ما كاينش التفضيل، يعني لأن الإنسان عنده في المنطقة ديال واحد الفاكهة يأكل الفاكهة، عنده مثلا تين الهندي، هذه الهندية اللي عندنا، يأكل تين هندي، عنده رمان يأكل رمان، عنده تفاح يأكل تفاح، إنما دائما كاين فاكهة فيها أشياء جيدة، ولا 2 ولا 3 ولا 4 وأكثر من ذلك بكثير. غير هاد الأخت هذه، نعود نكرر أن الناس اللي كيشريو التفاح من السوق، خصوص التفاح المستورد، يقشروه، من الأحسن يقشروه، نعم، لأنك ما ذكرتي قبل قليل كانت مواد حافظة في القشرة، من الأحسن يقشره. العصير يتعمل مع الماء المعدني أحسن من الحليب. ثم إذا كانوا الناس يأكلوا الفواكه هكذا يقشروها ويأكلوها يكون أحسن. إذا طحنوه يطحنوه مع ذوك النواة الداخلية ديالو حتى هي تطحن ويصفيوه، لأن دكتور زعما يعني معروف أن ملي كنطحنوا الحليب مع كنخلطوا يعني كنمجوا الحليب مع التفاح، هذاك التفاح كيطلع الفوق والحليب كيبقى يتصفى، لأن التفاح خفيف جدا، هذه الدونسيتي، نعم، لأن الثقل ديال، نعم هو خفيف، والتفاح إلا درتيها في الماء طلع الفوق، نعم عجيب. فهذه الأنواع الجيدة كما سألت الأخت،
كل الانواع جيده، كل الانواع جيده بدون استثناء. احسن هذا التفاح البلدي، باقي غير في المغرب هذا التفاح البلدي، باقي غير عندنا احنا هذا النوع هذا. نتمنوا على الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا، يبقى في اطار المغرب الاخضر، لان الفلاح ربما يجيهم صغير ولا ربما يجيهم ما يعطيهمش مردوديه ولا حاجه، علينا يمشيوا لبعض الانواع الاخرى. علي لازم يكون عندنا اللي كنسميوه حنايا في العلم ديالنا لو ستوك جينيتيك، نعم، واحد تخزين هذوك الانواع والجينات الطبيعيه اللي خلق الله سبحانه وتعالى تبقى عندنا في ان شاء الله. اذا دكتور ناخذ جوج ديال المكالمات على الخط. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليك السلام. الاسم الكريم؟ مريم عبد الاله. اهلا الاخت مريم، من اي مدينه؟ دار بيضاء. اهلا بك ومدينه دار البيضاء، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي الى طاقم البرنامج وتحياتي كذلك الى الدكتور محمد الفين، وجزاه الله احسن الجزاء على موضوعاته الشيقه. اما بالنسبه لسؤالي فهو كالتالي: ما هي فوائد التفاح، ما هي فوائد التفاح الطبيه؟ نعم. وهل التفاح يعتبر علاجا ناجحا في معالجة الروماتيزم؟ نعم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك. ناخذ المكالمة الثانية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ نوال من إسبانيا. أهلا نوال من إسبانيا، وأهلا بالمهاجرين ديالنا خارج الوطن، تفضلي. شكرا أخت، بارك الله فيكم على مثل هذه البرامج اللي كتقربنا لكم وكنستفدوا منها بزاف الأخت لطيفة. تفضلي. والشكر الكبير للدكتور ديالنا. تفضلي. بارك الله فيك. تفضلي اختي. كنعرفوا واش التفاح القيمه ديالو كبيره بزاف ديال الفواكه، واش صحيح انه تناول التفاحه في النهار كتحمي من سرطان القولون؟ نعم. وكاين ثلاثه ديال الانواع ديال التفاح، كاين التفاح الاخضر وكاين الاحمر وكاين الماء الاصفرار. نعم. واش بثلاثه عندهم نفس القيمه الغذائيه او لا واحد كيختلف على الاخر؟ نعم. شكرا. اذا شكرا لك الاخت من ديار الإسبانية. نعم. بالنسبه للسائله الاولى. نعم. نعم السائله الاولى كلمه علاج يعني تبقى بين هلالين يعني بين نعم. مزدوجتين يعني علاج لما لا يعني كل الاشياء يعني تستعمل للعلاج، ولكن الناس باش ما يسمعوش كلمه علاج ويمشيوا ياكلوا التفاح على اساس لان لماذا نقول نظام غذائي؟ لأن نعم. نظام يعني أشياء بكثرة أولا، لا يعني شيء، سيستم كيعني على الأقل اثنين. فهذا نتكلم عن نظام، لماذا؟ لأن ليس فيه فاكهة واحدة وخضرة واحدة، ويعني نظام معناه كيجمع أشياء طبيعية كثيرة، وكنحاولوا ما أمكن نعطيو فيها الأشياء القوية اللي فيها مكونات طبية. هذه الأخت سولت على الفائدة الطبية ديال التفاح، هي اللي تكلمنا عليها في المقدمة. طبعاً كنكونوا يعني الجواب جا قبل السؤال، ما فيها بأس. فالفوائد الطبية، التفاح يقترن بالقلب، يعني حتى الشكل ديالو شكل قلب، شكل قلب يعني. كأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا يعني بدون بلا ما نقراو، عطانا واحد الرسم ديسان، دار لنا رسم باش نعرفوا بأن هذاك الشيء يصلح للقلب يعني بدون طبعاً. أن نتعلم يعني بلا ما نمشيو للمدرسة. هذا الفوائد الطبية، هو يقترن بالقلب خصوص أمراض القلب والشرايين. الناس لأن يعني حمض الكلورجينيك معروف يعني الأثر ديالو على 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 الشرايين، وكذلك حمض السيتريك ويعني الكوارسيتين، مكون الكوارسيتين. هذه أشياء يعني معروفة في الطب أنها كتلين وكتسرح هذوك الشرايين، وحتى تزيل بعد يعني هذيك الصفائح اللي كتضيق هاد الشرايين. ويقترن بالقلب، التفاح يقترن بالقلب، ثم التفاح يغسل الجسم لان فيه حمضيات عضويه هي تزيل كما قلنا هذه الحصى في المراره والحصى في الكلية وما الى ذلك. ثم ما كيخليش التفاح، كثره استهلاك التفاح ما كيخليش بعد هذيك الحصى تكون في الكلية، لانه كيني بي ويكبح هذيك الترسبات ديال الاوكسالات ديال يعني، وخصوص هي اوكسالات الكالسيوم هي اللي كتشكل خطر. كل انواع التفاح جيده يعني، اللي يرتاح للصفر ياكلوا، اللي يرتاح للاخضر ياكلوا. كاين اللي ما كيبغيش رائحه التفاح الاخضر، كاين اللي كيجي غثيان ملي كيشم رائحه التفاح، ولكن كاين تفاح احمر وكاين على الروائح حتى هي كذلك. يعني كنشوفوا ان التفاح ديال ميدالت كي قلت الرائحه ديالو تختلف عن رائحه التفاح المستورد هذه. ثم التفاح الموسمي هذا الصغير البلدي اللي غادي يدخل في شهر 6، الرائحه ديالو كذلك تختلف تماما على انواع التفاح الاخرى. وكأن يعني لا شي واحد
ما شافش هذيك التفاحه عطيتيها لك لا يقدر يقول لك ماشي تفاح، الا ما عمره كل التفاح البلدي، الا كان متعود على التفاح ديال اوروبا ما يعرفش بانه راه مذاق ديال التفاح. يعني سبحان الله، يعني هذه كلها يعني اشياء جيده. والاخت جزاها الله خيرا قالت هل التفاح يعالج الروماتيزم؟ الكل علي الروماتيزم غادي، السؤال ديال الروماتيزم والسؤال ديال سرطان القولون، يعني رانا يعني نشوفوا يعني بان الامر ليس سهل. السرطان يعني الروماتيزمات هي كتجي من البروستاغلاندينات وكتجي من حمض الاوميغا 6. نشوفوا ان يعني ديك التراكمات ديال الميتابوليزم، تراكمات ديال الاستقلاب داخل الجسم وعدم الحركه ثم عدم النشاط ديال الدوره الدمويه هو اللي كيخلي هذه المواد هذه كترسب وكتجي للمفاصل وكدير هذا المشكل ديال تكون الروماتويدات، هي معروفه هذه يعني في الجسم. الحمض الاوميغا 6 الناس يحيدوا الادام، يحيدوا الشحوم الحيوانيه، حتى الزيوت، الزيوت المائدتيه كذلك فيها الاوميغا 6، يحيدوا هذه الزيوت ويحيدوا الزيوت المهدرجه على الخصوص والشحوم الحيوانيه. ثم يتناولوا فواكه بكثره، كي هذيك الروماتويدات كتنقص الى ولا الطبخ ديالهم بزيت الزيتون، واستهلكوا زيت الزيتون مع الفواكه كتنقص، اكيد كتنقص هذا الروماتويد. ولكن علاج الروماتويدات لا، هو كيساعد وكيريح شويه وكينقص ولا ما كيحبس كاع الروماتويدات للناس اللي مازال ما فيهمش الروماتيزم. ولكن انه يعالج الروماتويدات لا اظن، خصوص الاشخاص اللي واصلين واحد الدرجه كياخذوا كورتيكويدات واللي منتفخين واللي عندهم الايادي ديالهم ولا الرجلين ديالهم يعني كيضرهم ما يقدروش الصباح يقوموا. هذه لا يمكن، انا غادي ياكلوا التفاح يعني علي. الاخت اللي سولت على سرطان القولون، نعم كل الاشياء تحفظ من سرطان القولون اذا كانت طبيعيه. كل الاشياء، الشعير، القمح، القطني، الخضر، الرز، يعني هذا الخرطه، التفاح، الاجاص، العنب، التين الشوكي، كل الاشياء لماذا؟ لان هذه الاشياء كلها كتمشي لسرطان القولون. وهذه الاشياء نباتيه فيها الالياف الخشبيه، والالياف الخشبيه هي التي تحفظ من سرطان القولون، زائد بعض الاملاح المعدنيه مثل السيلينيوم ومثل المضادات للاكسده. المضادات للاكسده شنو الدور ديالها؟ هي كتسبق الاكسجين، ما كتخليش هذوك الجذور الحره ديال الراديكوليب ما كتخليهمش يخربوا الخلايا ديال القولون. يعني كتمشي هي كتشد لهم الاكسجين، هذوك الجذور الحره ما كيقدروش يقيسوا يعني ياديو ولا يخربوا هذيك الخلايا ديال القولون. ولذلك اللي باغي الجسم ديالو ما يظهرش عليه سرطان، يعني سرطان القولون على الخصوص، انه ما يكثرش من مسببات الجذور الحره اللي هي كثره اللحوم واللي هي المقليات واللي هي الحلويات واللي هي اشياء يعني صناعيه، هذه هي اللي كتكثر الجذور الحره. الا الناس حبسوا هذه الاشياء على القولون، عطاو اشياء طبيعيه اللي فيها هذه المضادات للاكسده والالياف الخشبيه، ما يكونش عندهم سرطان القولون. أكيد. يعني لا اظن انا هذا هو اللي قلت، نظام غذائي وليس واحد الماده دون ماده اخرى.